يا اهلا وسهلا. الفيديو اللي حتشوفه دحين هو عباره عن جزء من دوره مكثفه. سبت لك رابط الدوره المكثفه في صندوق الوصف مع خصم خاص لك. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشيك على الرابط، ونقول بسم الله ونبدا الفيديو. في هذا الفيديو انا حوريك كيف تكتب بالايتاليك ايتاليك تكست، نخليها مارك داون وشيفت انتر. طيب عشان نكتب ايتاليك هي تقريبا نفس الطريقه اللي نكتب فيها بولد، بس بدل ما انا استخدم دبل ستار او دبل اندرسكور استخدم سنجل ستار او سنجل اندرسكور. كيف يعني؟ خلينا نشوف. شيفت اللي هو حجي هنا، اخلي السيل مارك داون، اندرسكور ذس is italic text using underscore and then underscore. طيب بعدين حكتب br عشان كل جملة تكون في سطر لحالها، وحكتب this is regular text. بعد كده هاجي هنا br، اكتب هنا star this is italic text using star. طيب هنا انا استخدمت اندرسكور عشان اكتب ايتاليك، وهنا استخدمت نجمة عشان ايتاليك، وهنا الخط العادي. نعمل run ونشوف. زي ما انتم شايفين هذا الريجلر تكست اللي هو زي ما هو مكتوب. الايتاليك دائما يكون مايل شوي على اليمين، هذا وهذا الاثنين مايلين. هذا using star استخدمنا فيها نجمة، وهذا استخدمنا فيه اندرسكور. فعندك طريقتين، تستخدم نجمة أو تستخدم أندرسكور، وعلى طول بعدها أكتب، لا تسيب أي مسافة، وكده تكتب أنت إيتاليك بداخل جوبيتر نوتبوك. وأشوفك في الفيديو الجاي.